سواء انت كنت من الناس اللي هيوصلها تحديث الميواي 12.5 او 12.5 او للاسف مش هيوصلك، خلينا نجرب شويه من مميزاته ومن غير تثبيت اي تطبيقات خارجيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وتمام. شاومي معروف عنها ان كل تحديث بيكون في كده شوية حاجات عظم عن التحديث اللي قبله، خصوصا النقلة اللي هتحصل مع تحديث الميواي 12.5 او 12.5 واللي المفروض هيكون سلس بشكل مش طبيعي، لان عدد التطبيقات اللي هتكون مثبتة مسبقا اللي بتفتح الموبايل تلاقيها هتكون اقل من اي شركة تانية، وده طبعا هيخلي الموبايل اخف بكتير. ده غير شويه مميزات تانيه عينا بصراحه، واحنا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده وفصصنا كل المميزات دي، وهيزلك اقتراح الفيديو ده فوق هنا او عندك تحت في الديسكربشن بوكس. لكن للاسف مش كل الموبايلات هيوصلها التحديث ده، يعني حاجه كده زي الموبايل بتاعي على حسب ما انا معرفتي يعني للاسف مش هيوصل له، ويا رب اطلع غلطان او تكون النضاره ما خدتش بالها مثلا ولا حاجه يعني. والناس اللي المفروض هيوصلها التحديث محدش عارف هيوصل امتى المفروض، لان محدش يقدر يعرف مواعيد ثابته، خصوصا ان النسخه البيتا لسه هتنزل قريب، وممكن يحصل حاجه زي اللي حصلت مع الميواي 12 مثلا اللي فضلت مستني التحديث بتاعه 5 شهور وكل شويه يقولوا الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي، لحد ما عملوها لي مفاجاه ما شاء الله ولقيت الاشعار ظاهر لي كده بانه في تحديث. الاشعار ده ظهر لي حرفيا بعد 10 دقايق من وصول رساله بانتهاء الباقه، كنت عمال اقول ربنا يستر والحق اجدد الباقه قبل ما هم ما يسحبوا التحديث او يرجعوا في كلامهم. المهم قلت ادعبس شويه على النت لو في مثلا يعني اخبار بتقول ان الموبايل بتاعي يكون ليه تحديث او يكون في اي مميزات الواحد يقدر يستخدمها مثلا ولا حاجه، علشان اتفاجئ بحاجه عظيمه جدا. قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك للفيديو من هنا، اشتراك في القناه من هنا، والعكس على حسب لغه اليوتيوب عندك، علشان تتابع اول باول بحيث لو ظهر حاجه تانية هنجيبها على طول ونتكلم عنها. المهم وانا ببحث لقيت المطورين المحترمين منزلين شويه مميزات غالبا كده يعني سحبوها او نسخوها من تحديث شاومي الجديد، وكلها عباره عن تحديثات للتطبيقات اللي موجوده عندك، يعني انت مش هتحمل اي تطبيقات زياده بحيث انها تضغط مثلا على الرام، واي واحد منهم تقدر تحمله هيكون سلس معاك، يعني مش هيعمل معاك مثلا اي مشكله في التطبيق او يكون بطيء او حاجه زي كده. ولو لا قدر الله ما عجبكش تقدر بسهوله انك تدخل على الاعدادات وعلى التطبيق ده وتعمل الغاء تثبيت التحديثات او انستول ابديتس. اول واحد معانا ولناس كتيره اتكلمت عنه، لكن لو ما شفتش عنه اي فيديوهات فانا هعدي عليه بسرعه كده، ولو اني اشك وبقول لي في التعليقات لو شك طلع في محله، واكيد هسيب اللينكات بتاعت كل التحديثات دي تحت برده في الديسكربشن بوكس. هو التحديث اللي حصل في قائمه الصوت، قائمه الصوت بقت قائمه شبه الكنترول سنتر، شبه الستايل بتاع الكنترول سنتر بشكل كبير جدا. تغير ان بقى فيه وصول سريع لوضع عدم الازعاج ووضع الصامت بسهوله جدا بدون اي مشكله، مش محتاج انك تدوس على اي حاجه. تغير انك لما بتدوس على الثلاث نقط اللي موجودين فوق بيفتح معاك الثلاث مستويات للصوت اللي هم الموسيقى والاساسي او الجنرال بتاع الموبايل وفي نفس الوقت بتاع المنبه، وبيكون الخلفيه وراهم خلفيه شفافه زي ستايل الايفون بالظبط. يعني هو تغيير شيك وتغيير لطيف وتغيير سريع في نفس الوقت وعملي، وهو زيه بالظبط اللي موجود في التحديث لما التحديث ينزل للناس اللي هيوصل لها. نخش بقى على التطبيقات اللي مفيش حد اتكلم عنها، واول واحد معانا هو المعرض او الجاليري، وده كان فيه تغيير كده على مستوى تعديل الصوره. تعديل الصوره بقى فيه امكانيات اكتر وبقت متجمعه مع بعض بشكل اكبر، بحيث ان يكون قدامك كل شيء قريب من بعضه وتقدر تعمل كل حاجه انت عايزها. تقريبا انت مش محتاج اي تطبيق خارجي علشان تعمل تعديل لاي صوره، ولو انت مصور منظر طبيعي مثلا فبقى فيه سيكشن كده او جزء خاص بالمناظر الطبيعيه والسماء والكلام ده كله، وفي فلاتر كتير وفي اضافات اكتر بحيث انه يكون سلس معاك. باختصار انت تقدر تستخدمه علشان تعمل تعديل للصور وتطلع صور عظمه جدا وما تتصدقش منه. ده غير ان انا حسيت ان شكله يعني بقى مختلف كده، وانت تقدر تجربه وتشوف. واخيرا بقى واخر واهم واحلى حاجه وهو التحديث اللي حصل في النوتس، تحديث عبقري. لو انت كنت يعني فتحت الفيديو الخاص بالمميزات اللي اتكلمنا فيها، المميزات اللي انا اقترحته في اول الحلقه يعني، كنت هتلاقي ان اكتر حاجه انا علقت انها عجباني او مستنيها هو التحديث اللي يحصل في النوتس، لانه فعلا تحديث عظيم جدا، والحمد لله ده اتوجد زي ما هو من غير مشاكل. اول حاجه هتظهر فيه وهتعجبك وهي قائمه المهام. قائمه المهام ما بقتش مجرد تاسكس عاديه او مهام عاديه، انت دلوقتي تقدر تعمل سب تاسكس او مهام فرعيه جوه كل مهمه رئيسيه. يعني لو انت مثلا رايح مكانين وكل مكان هتعمل فيه شويه حاجات، تقدر تنظم كل دول جوه بعض في عواميد فرعيه او قائمه فرعيه او مهام فرعيه، بحيث ان الدنيا ما تتوهش منك. ده غير كمان انك تقدر تعمل تسجيل المهام بصوتك جوه قائمه المهام دي. حاجه كمان في الملاحظات، وهي انك تقدر تدخل وبتختار انك عايز مثلا ترسم بايدك، فبيفتح معاك صفحه بيضه وبيكون عندك كميه فرشات مش طبيعيه. طبعا بتقدر جواها انك تحمل صوره وتشخبط عليها وتكتب عليها نص وكل الكلام ده، وبيكون عندك اكتر من فرشه. بس مش هنا العظمه، العظمه في السمارت اوبجكت، وده اسم يعني جدعانه مني لان انا ما لقيتلوش اسم بصراحه، وهو وليكن مثلا انك عايز ترسم مثلث لكن انت ايدك بترتعش او مالكش في الرسم،
فكل اللي عليك انك بترسم مثلث كروكي، بس تأكد انك قفلت المثلث، يعني قفلت اضلاع المثلث، وتثبت لمدة ثانيتين وانت مثبت صباعك كده، فبيتحول معاك للشكل الهندسي مرسوم بالمسطرة. مش المثلث بس، اي شكل هندسي انت عايزه، عايز ترسم دايرة، مربع، يعني مستطيل، خماسي، ايا يكن، بترسم بس حاجة كده كروكي وتقفل الرسمة اللي انت عاملها وتستنى لمدة ثانيتين، فبيتحول معاك لشكل هندسي لأقرب حاجة من الكروكي اللي انت رسمته. هل الموضوع هيقف لحد هنا؟ عندك حاجة كمان وهي الكويك نوتس. كويك نوتس يعني انت لما بتفعلها بيكون عندك كده في حاجة ظاهرة على الشمال فوق، تقدر في اي وقت وفوق اي تطبيق انت موجود عليه، لو عايز مثلا تتابع قائمة المهام اللي احنا عملناها، او لو في ملاحظات معينة عايز تراجع عليها مثلا، تقدر ببساطة انك تسحب من الشمال، فبيفتح معاك كل قائمة المهام اللي انت كتبتها قبل كده وكل الملاحظات اللي انت عملتها قبل كده، بحيث انك مش محتاج انك مثلا تخرج وتدور على تطبيق النوتس، او تنزل للصفحة الرئيسية وبعدين تحول من الشمال علشان يفتح لك الاختصارات بتاع التطبيقات، موال كبير. انت تقدر بكل بساطة انك تسحب فوق اي تطبيق من الشمال عشان يفتح لك كل قائمة المهام الخاصة بالنوتس. انت دلوقتي لو انت موجود على الفيسبوك مثلا وعايز تاخد رابط او بوست او كومنت كوبي، تقدر تدخل ببساطة وتسحب برضو من الشمال وبتختار حاجة اسمها الاكسربتس او المقتطفات، ودي لما بتختارها اي حاجة هتاخدها كوبي هيفتحها لك في نوت لوحدها، وتقدر جواها انك تصغر كلام معين او تكبر كلام معين او تعمل هايلايت على كلام معين، كأنك فاتح صفحة وورد بالظبط. واخيرا بقى في عظمة النوتس، لما تيجي تفتح اي ملاحظة جديدة او اي نوت جديدة بيقولك ببساطة عايز تعمل مايند ماب او خريطة ذهنية، ودي هنبقى نتكلم عنها لوحدها لانها من الطرق الفعالة جدا اللي بتساعد على اتخاذ القرار، ويمكن شاومي عرفت حاجة زي كده علشان كده يعني حطتها في النوتس بتاعتها. وهي فكرتها انك بتحط قدامك الاختيارات، يعني لو ما كانش ايه يبقى ايه، ولو كان ايه في ايه يبقى ايه، وهكذا، مجرد اختيارات كده بحيث تبقى عارف ايه الطرق اللي ماشي فيها، ولو ايه اللي موجود تجيب ايه، ولو ايه اللي مش موجود تعمل ايه، بحيث انه يحط قدامك كل الاختيارات المتاحة من اي موضوع في دماغك. ودي بصراحة حاجة اعظم من عظمة النوتس نفسها، يعني انا من ساعة ما عملت التحديث ده وانا عمال اجرب والعب في المايند مابس او الخرائط الذهنية، وامسح بقى واضيف وغير والعب فيها لحد ما الموبايل اتخنق مني. واخيرا بقى، لا اخيرا بجد، وهو ان في موقع تقني شهير نزل نسخة من التحديث نفسه، النسخة البيتا، ونزلها كلها على بعضها، يعني التحديث كله على بعضه بقى، بحيث انك تقدر تحمله وتعمله فلاشنج كروم عندك على الموبايل، لكن مع شوية تحذيرات لا يستهان بها، زي ان حاجة زي كده ما يعملهاش الا شخص يكون ادرى بالمخاطرة اللي هيعملها ويكون متعود على حتة الرومات دي. وقالوا ان هي مسحوبة من النسخة البيتا الصينية، فبالتالي هي ما بيكونش فيها غير اللغتين الصينية والانجليزية، ده بديهي طبعا، وكمان ما تتوقعش انك تلاقي خدمات وتطبيقات جوجل مثبتة مسبقا عليها، فبالتالي نصحوا بشكل واضح وصريح انك لو عايز تحملها تحملها على مسؤوليتك الشخصية وتكون على علم بموضوع الرومات ومجرب الحوار ده. لكن نقدر نقول انك لو استخدمت التحديثات دي لحين برضو ما يظهر تحديثات تانية لأي ميزة من المميزات الأخرى اللي موجودة في المي واي 12.5 أو 12.5، فانت هتكون بتستخدمها قبل أي حد تاني، خصوصا وإنه لسه التحديث اللي موجود دلوقتي هو النسخة البيتا، وبتروح للناس اللي أصلا كانوا مقدمين أو عاملين سبميت للريكوست علشان يوصل لهم النسخة البيتا، ولسه أصلا برضو ما راحت لهمش. فانت تقدر تقول إنك لو حملت حاجة زي كده انت هتكون سابق كل الناس في إنك تستخدم مميزات المي واي 12.5. بالمناسبة هو كان في تحديث للكاميرا لكن كان في مشكلة وما كانش راضي يتثبت، فبالتالي يعني انا مركز معاهم علشان لو حصل اي تغيير فيه واشتغل اروح متكلم عنه على طول، بالاضافه لاي حاجه تانية من التحديثات اللي المطورين المحترمين هيجيبوها مثلا او يعرضوها على المواقع التقنيه. فعلشان كده بقول لك انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان تتابع اول باول لما نتكلم عنهم. وبس كده، دي كانت نهايه الحلقه. لو عجبتك فعلا تعمل شير للفيديو، ولو عندك اي فكره او اي موضوع عايز تعرف تعمل عليهم اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرتهم على الانترنت ولا لا، تقدر تسيبهم لي في تعليقات ومش هتاخر عليك. نلقاكم على خير.